اهلا بيكم في سينما ماجيك. اول افلام عمر الشريف في مشواره للعالميه ما كانش فيلم لورانس اوف ارابيا، كان في فيلم عمله في السينما الفرنسيه، فيلم انتاج فرنسي ايطالي مشترك، وكان الفيلم باللغه الفرنسيه، وفيلم عمله سنه 56 يعني بعد سنتين بس من بدايته، بعد اربع افلام مصريه بالظبط. Alors, votre premier film, Omar, sur les écrans occidentaux, c'est La Châtelaine du Liban. اسم الفيلم لا شاتولين دي ليبون، واسم النسخة في أمريكا ذا لبانيز ميشن، وفي الدول العربية كان باسم سيادة القصر اللبناني أو المهمة اللبنانية. وفيلم قصته عن اثنين مهندسين، مهندس فرنسي اللي هو جون كلود باسكال ومهندس لبناني اللي هو عمر الشريف، بيدوروا على رواسب اليورانيوم في الصحراء العربية، بس بيقابلهم مجرمين وجواسيس. ممكن يكون اختيار عمر الشريف في الفيلم ده لان في فيلم صراع في الوادي يوسف شاهين اشترك بالفيلم في مهرجان كان. Le film est sélectionné au festival de Cannes en 1954. Ouvert pour 18 jours à Cannes, le 7e festival international du film. وبان فيلم فرنسي ايطالي وفيلم بيدور باللغه الفرنسيه وفيه ممثلين فرنسيين وممثلين ايطاليين، فممكن بسبب المهرجان قدروا يعرفوا عمر الشريف وبالتالي رشحوه في الفيلم ده، طبعا لان عمر الشريف كان بيجيد برضه الفرنسيه بشكل قوي جدا. يعني بالفعل كان موجود الممثل جون كلود باسكال اللي هو بطل الفيلم اللي بنتكلم عنه. في افتتاح مهرجان كان وكمان حضر عرض فيلم صراع في الوادي. Ordre allié Beyrouth, signé Louis Hennequin, directeur. Non. Comment non? Ordre allié Beyrouth, urgence, sous peine sanction. جون كلود باسكال كممثل وكاتب ومغني ومصمم ازياء فرنسي شهير جدا. Ça y est, c'est gagné mon vieux, on rentre à Beyrouth. Et ce soir même, parce que ça devient malsain ici. Ça va pas, non? Enfin, puisque je te dis que c'est gagné. Un caillou, à 80%, en pépite comme de l'or. Hein? Enfin, tu le fais exprès. الممثلة الإيطالية جينا ماريا كانالي، وعلى فكرة هي كانت بطلة فيلم Son of Spartacus اللي كان ظهر فيه الممثل المصري الكبير أحمد رمزي. وكمان ظهر فيه المخرج الكبير يوسف شاهين. ومن بطلات الفيلم الممثلة والمغنية الكبيرة جولييت كيريكو أو جولييت كيريكو، وتعدي سنين وهي عمر الشريف يمثلوا تاني مع بعض في فيلم The Night of the Generals, Omar Sharif. ممثلة إيطالية الشهيرة لوشانا بالوتسي، وقت تصوير الفيلم في لبنان في مجلة لبنانية كتب عن عمر الشريف إن هو في إشاعة طلعت في قصة حب بينه وبين الممثلة الإيطالية للفيلم جينا ماريا كانالي، وهو عشان يتجنب الإشاعات دي المفروض إن هو منع نفسه من السهر والتزم إن هو يكون بس موجود في غرفته في فندق كابيتيول في بيروت عشان ميبقاش في إشاعة جديدة توصل لفتح الحمام. والفيلم اتصور في لبنان وتحديدا في حي الأشرفية وكمان في قصر بيت الدين، وده من أشهر وأبرز المعالم السياحية والأثرية في لبنان. وفيلم عن رواية للكاتب والمؤلف بيير بونوا كانت 1924، وبتدور أحداث الرواية في سنة 1922 في لبنان بعد ما بتعلن فرنسا دولة لبنان الكبير، وبسبب نجاحها الكبير في فرنسا واتعمل عنها قبل كده فيلمين، فيلم سنة 1926 كان فيلم صامت فرنسي برضه، ومرة تانية سنة 1934، والمرتين بنفس الاسم سيدة لبنان أو سيدة القصر اللبناني. ده كان أول فيلم لعمر الشريف في السينما الأوروبية وتحديدا في السينما الفرنسية، وكان في بعد كده فيلم جوحة، فيلم فرنسي برضه تونسي، وده هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. سلام.